لواندا عاصمة أنغولا، مدينة مليئة بالتناقضات تضم الجمال والتهالك والثروة والنضال اليومي لتأمين الحياة. اليوم سنكون برفقة واحدة من أجمل نساء إفريقيا لنكتشف المزيد عن هذه المدينة التي تتطلع إلى المستقبل. نبدأ جولتنا من المدينة القديمة ذات الطراز البرتغالي. تقودنا ميكيلا ريس، أول أنغولية تحصل على لقب ملكة جمال إفريقيا. لقد تغيرت المدينة كثيراً، شاهدنا هدم أبنية قديمة وإنشاء أخرى، والآن نبني أشياء جديدة لأننا نتطلع إلى الأمام. والد ميكيلا من أصل برتغالي، لكن الشابة متشبثة بجذورها الإفريقية وتشعر أن أنغولا وطنها. التقاليد شيء مهم بالنسبة إلى الأنغوليين. هذا تمثال بنسادور أو المفكر، إنه موجود في كل بيت أنغولي. عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال الكون، كان علي إحضار شيء تقليدي من بلدي، وقد وقع اختياري عليها. تتمتع أنغولا بتاريخ عريق، وفي الوقت ذاته هي بلد شاب يتعطش الجيل الجديد فيه لبناء المستقبل. تعرف صوفيا لوكاس المشهد الفني في إفريقيا بشكل جيد. إنها واحدة من أجمل النساء أنغولا. يكتسب المشهد الفني في أنغولا المزيد من الزخم. توجد فئة من الفنانين تستلهم الماضي، وتوجد فئة أخرى تحاول إضافة البصمة الخاصة بأنغولا في الأعمال الفنية. نبتعد عن أجواء الثقافة ونتجه إلى عمق هذه المدينة الحيوية، حيث يمتزج التاريخ مع الحداثة. نحن في مدريغال، إنه الكورنيش المجاور لساحل المدينة. وعندما حان وقت الاستراحة اتجهنا إلى مطعم بسيط للسمك في إلها، وهي شبه جزيرة تحتضن ميناء لواندا. هل تحب المأكولات الحارة؟ لدينا جيندونغو هنا. نعم، ندعوه جيندونغو، مع البطاطس الحلوة والموز، وهذا النوع من البطاطس ندعوه موفيت. عندما انتهت فترة الظهر القائض، بدأ الناس بالتوافد إلى الشاطئ. الحياة الشاطئية في لواندا مهمة للغاية، خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع. هذا كل ما نفعله، نأتي إلى الشاطئ ونحضر طعامنا ونقضي اليوم بأكمله. هذا جزء من حياتنا اليومية. شرف النهر على نهايته، وليس هناك أفضل من تناول مشروب عند نادي الشاطئ في إلها. الحياة الليلية في لواندا رائعة، يمكنك الذهاب إلى العديد من الأماكن إذا أردت تناول مشروب والاستمتاع بالموسيقى في مقهى لطيف. نعود إلى وسط المدينة لنجلس على شرفة جانكامبو ونستمتع بالموسيقى الحية. الموسيقى مهمة جداً بالنسبة إلينا، نحب الرقص والاستمتاع بالموسيقى عندما نجتمع في البيت. لقد نشأنا على الأنغام، إنها جزء من حياتنا وتجري في عروقنا، وكذلك الرقص. نهرنا في لواندا كان حافلاً بالعمارة والفن والموسيقى والرقص، وبعد مغادرتها سنحتفظ بذكرى عن أشخاص منفتحين ومقبلين على الحياة.